تحياتي. اليوم نهضر على السر وراء نجاح نضالات الأساتذة الأطباء، لأنها فئة مميزة جدا في نضالاتها. أول شيء عند التخرج الأستاذ الطبيب، يعني مسألة ديال الانتماء النقابي، مسألة يعني مقدسة بالنسبة لهذه الفئة هذه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الالتزام، العنوان صحيح ديال نجاح الأساتذة الأطباء في نضالاتهم هو الالتزام، يعني أي بيان يصدر عن هيئتهم يلتزمون به حرفيا جملة وتفصيلا وبواحد الإصرار عجيب جدا، من طنجة للقويرة ومن وجدة للدار البيضاء، يعني ما كاينش ولا واحد يخرج عن مسألة ديال الالتزام بما جاءت به يعني بياناتهم، يكون بطبيعة الحال متفق عليها ويتم تنزيلها حرفيا. تصوروا مثلا لو أن الشغيرة الصحية تلتزم بالبيانات التي أصدرتها 8 نقابات، يعني إلا التزموا فقط بنقطة واحدة، مثلا يعني مقاطعة التقارير، مثلا الإضراب، مثلا المسيرة، مثلا يعني نقطة من النقاط التزم بها الجميع، يعني فسيكون استجابة ل يعني المتطلبات أو اتفاق تنزيل اتفاقات الموقعة ما بين النقابات و يعني وزارة الصحة، سيتم تنزيلها فورا. إذن مسألة الكلمة السحرية ديال فئة الأساتذة الأطباء هو الالتزام التام بما جاءت به بياناتهم، وهذا يعني وهذه هي أكبر وأقوى نقطة عندهم، وهي التي تجعل نضالاتهم مميزة جدا، يعني إن كانت فيها مثلا إضراب فسترى إضرابا يشمل المغرب بأسره، إن كان فيها وقفة فستراهم عن بكرة أبيهم، يعني ما كاينش ولا واحد يتخلى عن هذه المسألة، إن كان يعني عدم توقيعهم وعدم يعني ما يديروش الكاشي ديالهم، فسيكون هناك التزام تام. إن كان يعني مسألة ديال الالتزام، الالتزام هو العنوان، العنوان الأول والأخير. إذن من هنا نقول إلا بغينا نحقق المطالب ديال الشغيلة الصحية في العنوان، مسألة بسيطة وبسيطة جدا، هو الالتزام التام ومن طرف الجميع بما جاءت في هذه البيانات.